مركز تنظيمة خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، القطاعات الأمامية لقوات البيشمركة في منطقة كوباشي التابعة لناحية السعدية. وثمن الوفد الدور البطولي لقوات البيشمركة في التصدي ببسالة لعصابة داعش الإرهابية والدفاع عن أرض كردستان ومواطنيها بمختلف مكوناتهم ومذاهبهم، مشيدين بالتضحيات الجسام التي تقدمها قوات البيشمركة من أجل الحرية وتحقيق الأمن والسلام. من جانبهم أكد المقاتلون البيشمركة بأنهم ماضون في حربهم ضد إرهابي داعش والدفاع عن أرض كردستان. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وبعد أداء صلاة وخطوة العيد في القطاعات الأمامية لقوات البيشمركة في منطقة كوباش التابعة لناحية السعدية، زار مسؤول وأعضاء مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني، وتم تقديم وجبة الطعام وحلوة العيد لقوات البيشمركة بهدف مشاركتهم في أفراحهم وأعيادهم وتثمينا للدور البطولي الذي لعبته قوات البيشمركة في الدفاع عن أهالي وتربة كردستان العزيزة. سرجم خلقي كردستان لها بالاني بيشمركة أكم أهنى جميع أهالي كردستان وقوات البيشمركة من كوبانيا إلى خانقين، وإن شاء الله سنتجاوز هذه المرحلة بقوة وإصرار الجميع، كما وننحي رؤوسنا لشهدائنا الأبطال الذين سقطوا دفاعا عن تربة كردستان الغالية، متمنين على الله العلي القدير أن يشفي جرحانا ومرضانا وأن ينصر قوات البيشمركة ويبقون مرفوعين الرأس تحت راية علم كردستان. فاليوم قرر مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني أن يقدم وجبة طعام وأداء صلاة ومناسك العيد في القطاعات الأمامية لقوات البيشمركة بهدف مشاركتنا لهم في جميع المناسبات، ونقول لهم إننا جميعا بيشمركة. أقدم أحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأهالي كردستان جميعا ولقواتنا البيشمركة الواقفين صامدين أمام القوات الداعش الإرهابي. إما أمرو لقوا أغالاني مروان بلبسي مروان جقراني مروان. نحن اليوم أعضاء وكوادر مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني، قمنا بزيارة القطاعات الأمامية لقوات البيشمركة بهدف مشاركتهم بفرحة العيد، ونجدد العهد لهم بأننا معهم في أفراحهم ومسراتهم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نقدم التهاني إلى جميع قوات البيشمركة وإلى عوائل الشهداء وعوائل الجرحى. ومن جانبها ثمنت قيادات وقوات البيشمركة دعم وجهود أهالي كردستان ومركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني في دعمهم المتواصل لهم في كافة الأوقات، مهنئين أهالي كردستان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ومجددين العهد على المضي قدما من أجل الدفاع عن آخر شبر من أراضي كردستان وحماية أهلها على مختلف مكوناتهم وتوجهاتهم. يا أمر هاتي الليرة هيز بيشمركة كردستان يجي ججمع خن. هذه هي القطاعات الأمامية لقوات البيشمركة في كوباشي، واليوم وفي هذا المكان أدت قوات البيشمركة مناسك عيد الأضحى المبارك، فمن هذا المكان نرسل تعازينا إلى عوائل شهدائنا الأبطال، ونهنئ جميع أهالي كردستان وقوات البيشمركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونتعهد لأهلنا في كردستان إننا ماضون في الدفاع عن آخر شبر في كردستان، كما ونثمن دور وجهود مركز تنظيمات خانقين وأهالي خانقين لدعمهم لنا. فيروز بعيد ججني قرباني فيروز لهم خلش كردستان. نهني العالم الإسلامي وأهالي كردستان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونثمن جهود أهالي كردستان في دعمهم لنا في كل الأوقات، كما ونذكر الجميع بأننا سائرون على مقولة فخامة الرئيس مام جلال، يان حمرين يان أمرين، فإننا سائرون لتحرير آخر شبر من كردستان وحمرين. بيشتي بخيراتني شجرن تاندكم بيروز باي ججني قربان تاندكم لا. أرحب بكم وأهني جميع أهالي كردستان وقوات البيشمركة، ونشكر دعم الأهالي والاتحاد الوطني لنا في حربنا ضد الإرهاب، ونعهد أهلنا أننا سنضحي بآخر قطرة دم عن كردستان وأهلها. وبيروز باي ججني قربان لا. أهني الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأهني مام جلال وجميع قوات البيشمركة في الأجزاء الأربعة من كردستان، ونؤكد لأهلنا في كردستان أننا ماضون في الدفاع عن آخر شبر من كردستان. هكذا هو الاتحاد الوطني الكردستاني وأهالي خانقين واقفين صفا واحدا مع قوات البيشمركة في كل وقت وحين، ورافعين شعارا كلنا بيشمركة فكل عام، وقوة البيشمركة بألف خير. لفضائية كركوك من القطاعات الأمامية في منطقة كوباشي، عباس الأركوازي. أعلنت الحكومة الألمانية